أعزائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم. درسنا اليوم عن موضوع اسمه اللافقريات. كما تعلمون سابقا، علم الأحياء يقسم إلى 5 ممالك رئيسية، وهي مملكة البدائيات، ومملكة الطلاعيات، ومملكة الفطريات والنباتات، ثم مملكة الحيوانات. المملكة الحيوانية تقسم إلى قسمين رئيسيين، وهي اللافقاريات والحبليات. هذان المفهومان، ما الفرق بين اللافقاريات والحبليات؟ بالنسبة لللافقاريات، هي كائنات حية لا يوجد بها عمود فقري منذ بداية تكونها حتى مرحلة بلوغها، لا تحوي عمود فقري. بينما الحبليات، هذه الكائنات هي تقسم إلى قسمين، حبليات فقرية وحبليات لا فقرية. ما الفرق بين الحبليات الفقرية والحبليات اللا فقرية؟ بالنسبة للحبليات الفقرية، هذه الحبليات يوجد بها عمود فقري، أو يوجد بها حبل ظهري في البداية في المراحل اليرقية الأولى منها، ثم يتطور في مرحلة البلوغ إلى العمود الفقري. لذلك هذه الحبليات سميت فقريات، لأن الحبل الظهري في المراحل اليرقية تحول في المراحل البالغة إلى عمود فقري. بينما الحبليات اللافقرية هي أصلاً حبليات كان بها حبل ظهري، ثم تطور وتحور هذا الحبل الظهري، ممكن انه ينتهي يختفي او انه يتحور لشيء اخر. لذلك سميناها حبليات لافقرية. هذه الحبليات اللافقرية يوجد منها قسمين، حبليات لافقرية الرأس، حبليات الرأس وحبليات الذيل. بالنسبة لحبليات الذيل، هذه الحبليات كان بها حبل ظهري في المراحل الأولى اليرقية، ثم اختفى وقت البلوغ، فسميت حبليات الذيل. بينما حبليات الرأس كان بها حبل ظهري، ولكن في مرحلة البلوغ بقي هذا الحبل وتحور إلى عمود فقري، ولكن لا يوجد ولا تح لا تحوي رأس محدد أو أعضاء حسية بها، باستثناء بعض المستقبلات الحسية. طبعا هذه الحبليات سوف نأتي على شرحها في الأيام القادمة. لذلك نعود إلى درسنا الرئيسي وهو اللافقاريات. بالنسبة لللافقاريات، مثل ما تحدثنا، فهي كائنات حية لا تحوي عمود فقري منذ بداية تكونها حتى مراحل البلوغ. هذه المملكة الحيوانية، أي اللافقاريات، هي من أكثر الممالك تنوعا من حيث تركيبها وشكلها، حيث تتميز بأن أفرادها غير ذاتية التغذية، عديدة الخلايا، حقيقية النواة، ولا تحتوي على جذور خلوية. طبعا منها ما هو صغير الحجم جدا كالهيدرا، ومنها ما هو كبير الحجم كالحوت الأزرق. 95% من أفراد هذه المملكة لا تمتلك عمودا فقريا، وهنا سميت باللافقاريات. تتنوع اللافقاريات بشكل كبير في خصائصها، لذلك نريد أن نتعرف في هذه الدرس على الخصائص المميزة لقبائل اللافقاريات على أسس الخصائص العامة للافقاريات. تضم اللافقاريات 8 قبائل رئيسة، تختلف فيما بينها في العديد من الخصائص الشكلية والتركيبية والمعيشية، وهي أولا الإسفنجيات، ثانيا اللاسعات وتدعى أيضا بالجوف معويات، ثالثا الديدان المفلطحة والديدان الأسطوانية والديدان الحلقية
والرخويات والجلد شوكيات وأخيرا المفصليات. بعض الخصائص التي اعتمدت أساسا في تصنيف هذه اللافقاريات أو في تصنيف الكائنات الحية بشكل عام. أولا مفهوم التماثل. ماذا نعني بالتماثل؟ التماثل يعني التشابه أو الاتزان بين تركيب جسم الكائن الحي. فلو نظرنا إلى شكل واحد يبين أنواع التماثل، فهناك عديم التماثل، أي بمعنى آخر لو الشكل عديم التماثل على يسار الشكل يمثل الإسفنج، هذا نوع من الإسفنج هو عديم التماثل، بحيث لو وضعنا خط وهمي من المنتصف لا يقسم الحيوان إلى قسمين متشابهين، هذا يسمى عديم التماثل. بينما في الشكل الأوسط التماثل هو تماثل شعاعي، بحيث أنه لو وضعنا أي خط وهمي في المنتصف في أي مستوى يقسم لنا الشكل إلى قسمين متماثلين. بينما في الشكل المجاور يمين الشكل هناك يكون التماثل تماثل جانبي، بحيث أنه إذا وضعنا خطا وهميا في محور الجسم يفصله إلى قسمين متماثلين. إذن هناك ثلاث أنواع من التماثل: عديم التماثل كالإسفنج، تماثل شعاعي كالهيدرا مثلا، وتماثل جانبي كالذبابة أو كالإنسان أحيانا، وهكذا. هذا بالنسبة للتماثل. ثانيا بالنسبة للطبقات الجرثومية تدعى جيرم لايرز. طبعا هذه الطبقات الجرثومية طبقات هي عبارة عن خلايا، سمع صوتنا أكيد. الطبقات الجرثومية في البداية تنقسم البويضة المخصبة انقسامات متساوية حتى تصبح كتلة كروية تسمى بالكبسولة البلاستولية، ومن ثم تسمى الجاسترولا. هذا ينطبق أيضا على معظم أفراد المملكة الحيوانية اللي هي اللافقاريات والحبليات. بعدها تتمايز إلى ثلاث طبقات خلوية كما في الشكل 2. أولا الطبقة الخارجية. أولاً الطبقة الخارجية وتدعى بالإكتوديرم. هذه الطبقة الخارجية سوف تكون في المستقبل الجلد الخارجي. ثانياً الطبقة الوسطى وتدعى بالميزوديرم، والتي سوف تكون العضلات ومعظم الأجهزة. ثالثاً الطبقة الداخلية وتدعى بالإندوديرم، حيث تكون تجويف الهضمي. ثالثا التجويف الجسمي، ويقصد بالتجويف الجسمي الفراغ الممتد بين القناة الهضمية وبين جدار الجسم الداخلي، وهو محاط بالطبقة الوسطى من جميع الجهات. استعن بالشكل شكل 3. أولا صنف اللافقاريات حسب التجويف، أعطي مثالا لكل نوع. نلاحظ من الشكل كما يأتي. في رقم واحد، الشكل واحد كما تلاحظون عديم التجويف كما في الديدان المفلطحة. في شكل 2 التجويف كاذب كما في الديدان الأسطوانية، وفي شكل 3 تجويف حقيقي كما في الديدان الحلقية.
سؤال: ما الذي يميز التجويف الحقيقي عن غيره من التجاويف؟ وما اسم الطبقة التي تحيط به من كل الجهات؟ لو نظرنا إلى شكل ثلاثي رقم ثلاثة، نجد أن هذا التجويف هو تجويف حقيقي. لماذا هو تجويف حقيقي؟ لأن الطبقة الوسطى تحيط به من كل الجهات، بينما في الشكل ثلاثي رقم اثنين نجد أن التجويف موجود ولكن لا يحيط إحاطة كاملة بالتجويف بالطبقة الوسطى. أما بالنسبة لشكل واحد، فرع واحد في شكل ثلاثي، لا يوجد أصلا تجويف بالمرة كما تلاحظون. لذلك نجد أن الذي يميز التجويف الحقيقي عن غير التجاويف أن الطبقة الوسطى تحيط بهذا التجويف إحاطة كاملة. إلى هنا ننتهي من عرض هذا الدرس، على أمل أن نلقاكم في درس آخر في الأيام القادمة، والسلام عليكم.